بعد فترة من الإعلان عن هاتف جالاكسي M13 نسخة 4G العالمية، أعلنت شركة سامسونج عن إصدار 5G من هاتفها الاقتصادي الجديد، جاء مع بعض الاختلافات عن إصدار 4G. دعونا نتعرف أكثر. مراجعة سريعة. جاء جالاكسي M13 5G بمصنعية مبنية من البلاستيك والواجهة محمية بطبقة غوريلا جلاس 3. تصميم الواجهة جاء من نوع Infinity V، حيث الكاميرا الأمامية على شكل قطرة ماء، هناك حافة في الأسفل. من الخلف نجد عدسات الكاميرا مصفوفة طوليا أعلى اليسار دون نافذة خاصة تحتوي العدسات. هناك بصمة إصبع على جانب الهاتف مدمجة بزر الطاقة. وزن الهاتف 195 جرام ورقم معتدل بالنسبة للحجم. الشاشات من نوع IPS LCD بمقاس 6.5 إنش بدقة HD+، وتدعم سرعة تحديث 90 هرتز، وتعد أصغر من إصدار 4G وأقل دقة. لكن الجدير بالذكر أن نسخة 4G كانت تدعم معدل تحديث 60 هرتز. يحمل الهاتف معالج دايمنسيتي 700 من ميديا تيك بدقة تصنيع 7 نانومتر وسرعة قصوى تصل 2.2 جيجا هرتز. معالج رسوميات هو مالي G57MC2. الهاتف يأتي بخيارين للرام 4 و6 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين 64 و128 جيجا بايت. ولحسن الحظ هناك إمكانية لتوسيع الذاكرة عبر تركيب شريحة من نوع مايكرو SDXC. يعمل الهاتف بنظام أندرويد 12 من جوجل مع واجهة سامسونج الأحدث حتى الآن One UI 4. من حيث الاتصال، يسمح الهاتف بتركيب شريحتي اتصال، وبالطبع يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، فهذه هي الميزة الأهم في الهاتف. وبالنسبة للتجربة الصوتية، لا يحتوي الهاتف سماعات السيريو، لكن هناك مدخل 3.5 ملم لتوصيل السماعات السلكية. ثم ننتقل للتصوير، حيث الكاميرا الأساسية جاءت بدقة 50 ميجا بيكسل تعاونها عدسة ثانوية لقياس العمق، وهنا لا يوجد عدسة فائقة الاتساع ألترا وايد كما في إصدار 4G. يمكن للكاميرا الأساسية تصوير مقاطع فيديو فول HD بتردد 30 إطارا في الثانية. أما الكاميرا الأمامية فجاءت بدقة 8 ميجا بيكسل. البطارية جاءت بحجم 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، وهو رقم قليل نوعا ما بالنسبة لبطارية بهكذا حجم. يتوفر الهاتف بألوان الأزرق الداكن والأخضر والبني، والسعر يبدأ من $175 لنسخة 4 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت ذاكرة. من المتوقع أن يتوفر الهاتف قريبا في الأسواق العالمية. وكما شاهدنا، يأتي الهاتف بإمكانيات متواضعة نسبيا، لكنها تحاكي مواصفات الهواتف الاقتصادية باستثناء سرعة تحديث الشاشة ودعم 5G. لكن ما يهمنا هو رأيكم أنتم بالهاتف، وهل ترونه يقدم قيمة جيدة مقابل سعره؟ اكتبوا لنا في التعليقات.